حبينا ننطلق من بلودان لأنه اسم الشركة بلودان ميوزيك، ونحن عم نقدم بصمة إن شاء الله تكون كتير حلوة لسوريا لاكتشاف كل المواهب الفنية، موسيقى وفن وكل شيء، وإن شاء الله من خلال الموسيقى والفن نرفع يعني الوعي الثقافي ونعمل شيء حلو لسوريا إن شاء الله سوا. نحن جمعية تنظيم الأسرة السورية بتقدم خدماتها بكافة المحافظات السورية. عندنا خدمات طبية اللي هي عيادة نسائية أطفال وتغذية، وعندنا دورات مهنية. فالخدمات الطبية بتتطلب كوادر كتير كبيرة، من طبيب نسائية أطفال قابلة، دعم نفسي اجتماعي، أخصائية تغذية. أيضا دورات مهنية بتتطلب أيضا مدربين من خلال الدورات اللي بنفتحها. حبينا نشارك بهذا المعرض وضمن برنامجين، البرنامج الأول للخريجين اللي هن من فئة حديث التخرج 5 سنين، والخمس سنين 10 سنين اللي هن شريحة تانية، وفئة اللي هن مانهم متخرجين اللي هن لسه تحت التخرج اللي بحاجة لبرنامج تدريب وتطوير لا يندمجوا بسوق العمل، واللي هن لنقول من السنة الثالثة أو الرابعة الخامسة لحد ما يكونوا جاهزين للتخرج. كمنصة توظيف حاجة المنطقة هون لوظائف، وحاجة للربط بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل. فلقينا نحن هون المنطقة كتير بحاجة لحيك معرض لحيث ننظم تواصل بين الاثنين. فنحن مثل قناة مستدامة لنعمل تواصل بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل.